يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يخوض في نصوص الكتاب والسنة ويبنيها على نظريات، وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي، ويدخل في ذلك الجهال وهم لا يعلمون شيئا من أصول التفسير، فهل من نصيحة تجاه هذا الأمر؟ هذا من القول على الله بغير علم، أن نقول إن المراد بالآية أو بالحديث هو هذا الشيء الفلاني وهذا المخترع الفلاني، هذا لا يجوز، قول على الله بغير علم وتفسير لكلام الله بغير مراد الله عز وجل. وهذا يتغير أيضا، النظريات تختلف تتغير، ويأتي نظرية تكذب النظرية التي قبلها وتخطيها. لكن إذا قيل لعل هذا مما يدل عليه القرآن أو مما يدل عليه السنة من باب التوقع فقط لا من باب الجزم، ربما يجوز إذا كان من باب التوقع لا من باب الجزم. أما الجزم ويقال هذا هو المراد، هذا لا يجوز. نعم.